بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة وعلاقات عميقة وعلاقات ربما أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني كل اهتمام خلال الفترات الماضية. لذلك بيسعدني أن ألتقي مع سفير الصين في القاهرة السيد لياو ليتشانغ هنا في القاهرة وعن بعد نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. يعني مساء الخير سعادة السفير. السلام عليكم. مساء الخير سيد مقاتل، مساء الخير، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة السفير، يعني يسعدني أن أبدأ هذا الحوار بالتعاون المصري الصيني وفي مجالات عدة، سواء مجالات التجارة البينية أو مجال اللقاحات. كيف ساعدت وقدمت الصين المساعدة للدول الأفريقية وخصوصا مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم؟ في وجه تفشي فيروس كورونا مستجد في العالم، الصين تلتزم بالتعاون والتضامن والتكاتف مع جميع الدول في العالم لمواجهة هذا الفيروس، وهو يعد عدوا مشتركا على البشرية جميعا. فخلال هذه العملية لمواجهة الفيروس نتبنى موقف منفتح وشفاف ومسؤول، حيث نقوم بتقاسم ما لدينا من المعلومات والوثائق الفنية والخبرات والتجارب الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع جميع الدول في العالم ومع منظمة الصحة العالمية في أسرع وقت ممكن بدون أي تحفظ. بالتزامن مع الجهود الصينية لمواجهة الفيروس في داخل الصين، أيضا نلتزم تماما بالتعاون الدولي، وقمنا بتقديم المساعدات والدعم للمجتمع الدولي بقدر الإمكان. فقد أعلن الصين تقديم مساعدات نقدية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية، وأيضا قامت الصين بإرسال فريق خبراء طبيين إلى 32 دولة في العالم، وأيضا قدمت الصين 283 دفعة من المساعدات الطبية، يعني المستلزمات الطبية والوقائية، إلى 150 دولة وأربع منظمات دولية في العالم. فمن خلال الفترة ما بين يوم 15 مارس حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، صدرت الصين إجماليا أكثر من 150 مليار كمامة إلى خارج، يعني تصدير إلى خارج الصين، و 1.2 مليار بدلة وقية، و 230 مليون نظارة وقية، و 209 ألف جهاز تنفسي الصناعي، وأيضا 470 مليون كواشف لاختبار الكورونا، وأيضا 80 مليون جهاز قياس درجة الحرارة بأشعتها الحمراء. يعني نحن نقدم الدعم والمساعدة لدول العالم بقدر الإمكان لمواجهة هذا الفيروس، ونلتزم تماما بتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا الفيروس. وبالنسبة إلى الدعم والمساعدة الصينية للدول الأفريقية، فيعني نحن قد قمنا بتقديم الدعم والمساعدة بقدر الإمكان لمساعدة الدول الأفريقية لتجاوز أزمة الكورونا، سواء كان من خلال تبادل التجارب والمعلومات والخبرات الخاصة بالفيروس، أو من خلال تقديم المساعدات الطبية، أو إرسال فريق الخبراء الطبيين الصينيين إلى الدول الأفريقية المحتاجة. وأيضا في يوم 17 شهر 6 الماضي انعقدت مبادرة فخامة الرئيس الصيني قيمة استثنائية للتضامن الصيني الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قال فخامة الرئيس في كلمته الصين ستواصل تقديم المساعدات الطبية للدول الأفريقية وإرسال فريق الخبراء الطبيين إليها. ستعمل الصين مع الجانب الأفريقي سويا على تنفيذ مبادرة
الرعاية الصحية المطروح في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وأيضا تعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية من خلال عقد علاقات توأمة بينهما. كما أعلن فخامة الرئيس الصيني أن الدول الإفريقية ستكون من أوائل المستفيدين من اللقاحات الصينية ضد الفيروس بعد أن انتهت اللقاحات الصينية من التطوير وتكون جاهزة للاستخدام. وأيضا بتزامن مع الجهود الصينية والإفريقية المشتركة لمواجهة الفيروس، نحن كمان نلتزم بمواصلة تعزيز التعاون العملي بين الصين وبين الدول الإفريقية في يعني بشكل متواصل، فنحن مستعدين لمواصلة الجهود لتعزيز التعاون العملي مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، ونحرص على العمل مع المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمساعدة الدول النامية خاصة الدول الإفريقية على تجاوز التداعيات الاقتصادية والتجارية للجائحة، بما يضمن التنفيذ السلس لأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. أما بالنسبة إلى التعاون الصيني المصري لمواجهة الفيروس، فمنذ البداية نحن نلتزم تماما الصين ومصر بالتضامن والتكاتف والتعاون. مثلا هناك في رعاية مباشرة من رئيسين البلدين للتعاون بيننا في مكافحة الفيروس، وأيضا هناك في زيارة معالي وزير الصحة الدكتور خالد زايد إلى الصين لنقل رسالة التضامن المصري إلى الشعب الصيني. وأيضا هناك في عدة اجتماعات افتراضية بين الخبراء في مجال الصحة الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمواجهة الفيروس بيننا. وأيضا أدمت الصين دفعات من المساعدات الطبية إلى مصر لدعم جهود دولة مصر لمواجهة الفيروس. وبالنسبة إلى التعاون الصيني المصري في اللقاح، فحاليا جاري المرحلة أو جات تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني في مصر، وفي هذا وأيضا في تشاور بين الشركة الصينية وبين شركة مصرية حول التعاون في هذا المجال، مجال اللقاح. فنحن نعتقد سواء كانت التعاون في الإنتاج أو في إنتاج اللقاح، التعاون المشترك للإنتاج المشترك للقاح أو المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح تقول أمر مهم جدا، لأنه يخدم بشكل مباشر الصحة والسلامة لأبناء الشعبين البلدين حتى جميع أبناء الشعوب في العالم. سعادة السفير، لأول مرة يتم تدريس اللغة الصينية في مصر كلغة ثانية، يعني إلى أي مدى سوف يفتح هذا المجال الاقتصادي والتجاري والعمالة؟ يعني كيف يمكن أن نبني على هذا القرار المصري إنه اللغة الصينية تصبح لغة ثانية تدرس في المدارس المصرية؟ في الفترة الماضية وقع جانبان الصيني والمصري على مذكرة تفاهم بشأن إتاحة تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي كلغة أجنبية ثانية اختيارية. فنحن نعتبر تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي في مصر ده أمر مهم جدا، ويجسد عمق وقوة العلاقات والصداقة بين البلدين والشعبين، وأيضا يجسد الرؤية الثاقبة للحكومة المصرية تجاه اللغة، تجاه دور الصين واللغة أو دور اللغة الصينية. فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبين مصر في عام 1956، منذ تلك اللحظة شاهدنا يعني أو نشهد أو شاهدنا تطورا ملحوظا وإنجازات مستمرة في كل المجالات التعاونية بيننا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا و
التعليميا كله. وفي هذه السنوات الأخيرة بفضل الرعاية من رئيسين البلدين والصين ومصر، نشترك بشكل مشترك في بناء الحزام الطريق، وحققنا نتائج مرضية في هذا الإطار، في إطار بناء الحزام الطريق، مبادرة الحزام الطريق. وحاليا هناك في عدد متزايد من الشركات الصينية تمارس الأعمال في مصر أو تستثمر في مصر. فوفقا للاتصالات من الجانب الصيني، حتى نهاية عام 2019 بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر أكثر من 1700. فيعني هذه الشركات الصينية الموجودة في مصر هم لديهم احتياجات متزايدة للأكفاء الشباب المصريين الذين يجيد اللغة الصينية في العمل أو في لتوظيفهم في هذه الشركات الصينية. فبلا أي شك تعلم اللغة الصينية سيزيد الشباب المصريين أو سيزيد القدرة التنافسية للشباب المصريين في سوق العمل، وسيتيح لهم فرصة أكبر للتوظيف. وفي نفس الوقت نحن كجانب الصيني نعمل سويا مع الجانب المصري لإنشاء 2 من ورشة لوبان أو ورشتين لوبان، وهو ورشة خاصة بتوفير التعليم والتدريب للمهارات المهنية أو الفنية. فحاليا ممكن نقول نعمل على تحقيق التكامل ما بين تعليم اللغة الصينية وتدريس أو تدريس وتدريب المهارات المهنية والفنية والتوظيف في سوق العمل، حتى يعني نجعل اللغة الصينية لها دور أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوفير مزيد من فرص العمل لأصدقائنا المصريين. فنحن على كل استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب المصري لحسن تنفيذ هذه أو مذكرة تفاهم هذه حول تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي في مصر كلغة أجنبية ثانية اختياريا، حتى نفتح آفاق للتعاون بيننا. طيب سعادة السفير، هناك الكثير من الأحاديث عن العلاقات الصينية الأمريكية وما يثار حول هذا الموضوع من لغط كبير عن تنافس اقتصادي، حروب تجارية. لك حدثنا عن مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية في ظل هذه التطورات الحاصلة. نحن نعتقد الصين والولايات المتحدة كأكبر الاقتصادين في العالم، الاستقرار في العلاقة بينهما أمر يعني يساهم أو يسوق في مصلحة الجميع في العالم، وأيضا أمر يساهم في تحقيق السلام والازدهار العالميين. فنحن كجانب الصيني دائما نسعى إلى تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية على أساس يعني أو تحقيق أهداف عدم المواجهة وتحقيق المكاسب المشتركة وتحقيق الاحترام المتبادل بين الصين وبين الولايات المتحدة، مما يعني حتى نبني علاقات الصينية الأمريكية القائمة على التنسيق والتعاون والاستقرار. وفي نفس الوقت نحن كجانب الصيني سندافع بكل الحذر عن مصالحنا الشرعية وحقوقنا الشرعية، وندافع عن سيادة الوطنية الصينية والكرامة الوطنية الصينية وسلامة الأراضي الصين. فنرفض التنمر والهيمنة التي يمارسها الجانب الأمريكي ومحاولة الجانب الأمريكي لفرض التنمر والهيمنة على الصين. فنحن نعتقد الصين والولايات المتحدة لا يمكن أن نكرر مرار الحرب الباردة ولا
يمكن أن نقع في فخ الصراعات بيننا من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة بجميع الدول في العالم. ففي الحقيقة أنا أرى الخلافات بين الصين وبين الولايات المتحدة ليس التنافس على الزعامة أو المكانة في المجتمع الدولي، وليس الخلاف وليس الخلاف في الأنظمة الاجتماعية للبلدين، بل هو الخلاف بين التعددية والوحدية، والخلاف بين المكاسب المشتركة للجميع وبين الانفراد بالمكاسب دون غيره. فكمان أود أن أؤكد على أننا أمام الافتراءات واتهامات الباطلة لا أساس لها من أي صحة، التي تواجهها الولايات المتحدة ضد الصين. من المفروض أن نتخذ اللازم للرد على هذه التشويه والتشهير. وفي نفس الوقت أؤكد على أننا مستعد في أي دائما للحوار مع الجانب الأمريكي حول الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، ومن أجل تسوية الخلافات بيننا وإيجاد الأرضية المشتركة التي تجمع بين البلدين. وباب الحوار مفتوح دائما لدى الجانب الصيني. سعادة السفير، كيف يمكن إصلاح الأمم المتحدة من خلال إيصال رسالتها في مناطق النزاع الدولية؟ يعني كيف تقيم دور الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها التي أنشأت من أجلها، خاصة بعد مرور 75 عام على نهاية الحرب العالمية الثانية؟ فطبعا هذا العام يصادف الذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة. فأي نوع من الأمم المتحدة نحتاج إليه أو يحتاج إليه العالم؟ وكيف تقوم الأمم المتحدة بدورها في الفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا؟ فهناك في يوم 21 سبتمبر الجاري اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة، تم في إقامة هذا الاجتماع عبر في الأمم المتحدة، وحضر الحمد رئيس الصين السيد شي جين بينغ في الاجتماع وألقى كلمة مهمة هنا إجابة على هذا السؤال. فطرح الحمد رئيس الصيني أربع نقاط من المقترح الصيني. أولا الوقوف إلى جانب العدالة، فيمثل احترام المتبادل والمساواة بين دول العالم سواء كانت صغيرة أو كبيرة من أهم المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة. فلا يحق لأي دولة الاحتكار في الشؤون الدولية وتقرير مصائر الدول الأخرى وممارسة الهيمنة والتنمر على العالم. ويجب اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التمثيل والأصوات للدول النامية في الأمم المتحدة لكي تعكس المصالح والمطالب للدول النامية بشكل أكثر توازنا على المحافل الدولية والإقليمية. وثانيا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فيعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المرجعية الأساسية للعلاقات الدولية، ويعتبر حجر أساس لاستقرار النظام الدولي. فمن الضرورة أن نلتزم بها أو تلتزم بها جميع الدول في العالم بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي. فيجب خاصة الدول الكبرى، فيجب على الدول الكبرى دعم حماية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة قبل الآخرين، والوفاء بالتزاماتها الدولية في التعامل مع الشؤون الدولية. وثالثا تعزيز التعاون الدولي
من أحد الأهداف لتأسيس أمم المتحدة، فمن المستحيل حل المشاكل الداخلية لأي دولة ومواجهة التداعيات العالمية المشتركة للبشرية باتباع عقلية حرب الباردة والانفراد بالمكاسب دون غيره والتحيز الأيديولوجي. فما يجب علينا أن نفعل هو استبدال التصادم والإكراه والمواجهة بالحوار والتشاور والكسب المشترك للجميع، حتى يمكن أن نبني عائلة عالمية تتميز بالتعاون والتناغم. ورابعا التركيز على الخطوات الملموسة، فيجب على الأمم المتحدة التركيز على حل المشاكل وتحقيق الإنجازات المشهودة بخطوات ملموسة، وتعزيز الأمن والتنمية وحقوق الإنسان بصورة متوازنة، خاصة انتهاز فرصة تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لمواجهة التحديات في مجال الصحة العامة وغيرها من التحديات الأمنية غير التقليدية في جدول الأعمال للأمم المتحدة. وفي يوم 22 شهر سبتمبر الجاري، ألقى فخامة الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ كلمة أيضا في أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فحيث أكد على الصين ملتزما بالمشاركة في بناء السلام العالم وتقديم المساهمة في تعزيز التنمية العالمية، والملتزم بالدفاع عن المنظومة الدولية المتعددة الأطراف والدعم الدور المحوري للأمم المتحدة في الشؤون الدولية. وأعلنت ما يلي: أولا، ستقدم الصين مساهمة إضافية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لفيروس كورونا المستجد. وثانيا، ستوفر الصين 50 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من الصندوق الاستعلامي بين الصين وبين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو لتعزيز التعاون بين جنوب وجنوب. وثالثا، سيتم تمديد صلاحية صندوق السلام والتنمية بين الصين والأمم المتحدة لمدة 5 سنوات إضافية بعد انتهاء صلاحيته في عام 2025. رابعا، ستنشئ الصين مركز الأمم المتحدة للمعرفة والابتكار للمعلومات الجغرافية العالمية، وأيضا مركز الدراسات الدورية للبيانات الضخمة عن التدافع التنمية المستدام، بما يوفر قوة دافعة جديدة لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. فنحن كالجانب الصيني نلتزم دائما بالتعاون والتضامن والتعددية مع التضامن والتعاون مع دول العالم، ونلتزم بالتعددية في التعامل مع الشؤون الدولية. سعادة السفير، أعود مرة أخرى إلى جسر مهم جدا من جسور التواصل الصيني مع العالم الخارجي وخاصة مصر، يعني جسر التعاون الثقافي. مستقبل التعاون الثقافي وحاضره بين مصر والصين، خاصة أن الصين بتقدم للبشرية فكرة مبادرة الحزام والطريق اللي بتجمع الناس ولا تفرقهم. حدثني عن التعاون الثقافي المصري الصيني. فيما يخص بالتعاون الثقافي بين الصين وبين مصر في خلال السنوات الأخيرة، هناك يعني فعاليات متنوعة ومختلفة تمت إقامتها في مصر في مجال التبادل الثقافي بين الصين وبين مصر، سواء كان المسابقات المختلفة للكتابة أو للأغنية أو للترجمة، وأيضا المعارض للأعمال الفنية المختلفة، وأيضا عروض فنية مختلفة يعني غنى أو رقص أو الموسيقى، وأيضا محاضرات ثقافية
حول الصين وحول الثقافة الصينية وحول الثقافة العربية والمصرية. فيمكن القول هناك في إقبال متزايد ومشاركة متزايدة من الجماهير المصريين في الفعاليات الثقافية الصينية المقامة في مصر، خاصة خلال أيام الأعياد الصينية التقليدية مثلا عيد الربيع وعيد منتصف الخريف. وأيضا من الجدير بالذكر أن الإعلامي الشهير من قناتكم السيد نشأت أديه أيضا عضو لجنة التحكيم لمسابقة أو للدورة الثانية لمسابقة أنا والصين للكتابة. المسابقة يتم إقامته بالتعاون يتم إقامتها بالتعاون ما بين مركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية ومجلة الصين اليوم الصينية. والسيد نشأت الفيه عضو اللجنة التحكيم لهذه المسابقة عشان تقديم دورته الفريدة في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين وبين مصر. فخلال فترة الكورونا، طبعا الكورونا يحول دون أن نجتمع مع بعضنا البعض، ولكن خلال فترة الكورونا مركز الثقافي الصين بالقاهرة يواصل إقامة أنشطة ثقافية مختلفة على الإنترنت، مثلا الدروس للغة الصينية على الإنترنت، ودروس لفن الطبخ الصيني على الإنترنت، وأيضا معارض فنية وعروض فنية مختلفة على الإنترنت، وأيضا في التعاون ما بين الفنانين الصينيين والفنانين من دار الأوبرا المصرية، تمت إقامة حفلة سيمفونية مشتركة على الإنترنت احتفالا بالذكرى الرابعة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبين مصر. هذا العام يصادف الذكرى الرابعة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا. وأيضا كتب المستشار الثقافي بالسفارة أغنية تحت عنوان يد في يد، يعني الأغنية تحكي لنا قصة الصداقة والتضامن والتعاون بين الصين وبين مصر في مكافحة فيروس كورونا المستجد. والأغنية تتبناه الفنان المشهور ريحام عبد الحكيم. فيعني نحن الصين ومصر كأقدم الحضارتين في العالم لدينا المسؤولية المشتركة في تعزيز أولا تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بيننا، وثانيا لدينا المسؤولية تجاه تعزيز التنوع الثقافي في العالم، ونعرف الناس من دول أخرى بثقافتنا العريقة والباهرة. سعادة السفير، العيد القومي والعيد الوطني للصين بيحل هذا العام في ظروف مغايرة، كيف يكون الاحتفال وشكل الاحتفال، وهل يكون هناك تغييرا أو اختلافا عن الأعوام السابقة؟ 好，谢谢。今年的 طبعا الأول من شهر أكتوبر هذا هو العيد الوطني، وهذا العام نحن سنحتفل بالذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. والآن بسبب أو جائحة كوفيد 19 تحدث تغيرات متسارعة وغير مسبوقة في العالم، وحاليا أمام البشرية جماعة تحديات عالمية مشتركة كثيرة. فتحت القيادة القوية والحكيمة للحزب الشيوعي الصيني حققت الصين نتائج هامة واستراتيجية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعود الاقتصاد الصيني للنمو، يعني الاقتصاد الصيني يعود للنمو منذ الفصل الثاني من العام الجاري، وتعود الحركات والأعمال بمختلف القطاعات
إلى طبيعتها بخطوات منتظمة، وسيتم يعني خلال السنة الجارية سيتم القضاء على الفقر المطلق في الصين وفقا للمعيار الحالي. هذا بمعنى تحقيق الأهداف الخاصة بالحد من الفقر في أجندة 2030 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة قبل الموعد المحددة ب10 سنوات. فعلى هذا يعني على هذه الخلفية الاستثنائية لاحتفالنا بالذكرى السنوية 71 لتأسيس جمهورية شعبية، أمر يكتسب أهمية خاصة. منذ أيام بعث فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي برقية التهاني إلى نظيره في الصين السيد شي جين بينغ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمنيه المخلصة لمزيد من التطور والتقدم للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الصين ومصر، وبما يخدم المصالح والخير والرفاهية للشعبين البلدين العظيمين. فنحن نشكر هذا المواد والمحبة من مصر قيادة وحكومة وشعبا تجاه الشعب الصيني، ونحن نفتخر ونعتز جدا بالصداقة العميقة بين البلدين. فمن الجدير بالذكر أن العيد الوطني الصيني لهذا العام يعني الأول من أكتوبر أيضا يصادف عيد الصيني التقليدي، عيد منتصف الخريف. ففي هذا الإطار يعني يوم واحد بالعيد الوطني وعيد التقليدي، نحن كسفارة صينية بالقاهرة نعمل على إقامة سلسلة من الفعاليات الاحتفالية المتنوعة احتفالا بالعيد الوطني وعيد منتصف الخريف التقليدي. على سبيل المثال في يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري تمت إقامة ندوة عالم ما بعد كورونا نحو مصير مشترك للبشرية من قبل مركز التحرير للدراسات والبحوث، مركز يعني أو مؤسسة فكرية مصرية، احتفالا بالعيد الوطني الصيني. وأيضا في يوم 28 شهر سبتمبر الساعة 11 صباحا يعني سنقيم على الإنترنت حفلة الاستقبال الاحتفال بالعيد الوطني الصيني. فأنا أتشرف بأتوجه بالدعوة إلى جميع الأصدقاء المصريين للمشاركة معنا في الاحتفال في هذا هذه يعني حفلة الاستقبال هذه، للمشاركة في احتفالنا بالعيد الوطني الصيني. وبالإضافة إلى ذلك المركز الثقافي الصيني بالقاهرة أيضا ستقيم سلسلة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، وبما في ذلك في يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري هناك سيكون في معرض الرسم بالحبر الصيني تمت إقامته بالتعاون ما بين مركز ثقافي الصين بالقاهرة وصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية. فنحن نرحب بكل الترحيب بمشاركة جميع الأصدقاء المصريين في هذه الفعاليات الثقافية والاحتفالية المختلفة لمعرفة الثقافة الصينية الراقية والباهرة. اسمح لي قبل أن أشكر سعادة السفير أن أتوجه بالتهنئة للرئيس الصين والشعب الصيني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني والاحتفال بنصف الخريف، فتهنئتي للشعب الصيني قيادة وحكومة وحزبا وشعبا، وأشكر سعادة السفير الصيني على هذا الحوار وعلى هذه الإجابات. شكرا.